بنوتات لاباس عليكم، كل شيء بخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وما فيديو تلقاكم في احسن حال. كيف العاده معكم منى من قناه مونيتا بيوتي، ديما الجديد مع مونيتا. الا كنتي اول مره كتفرج فيا، معك منى وقناتي هي مونيتا بيوتي. كيف ما كتشوف، الا اول مره غتدخل قناتي، ديروا لي ابوني وفعلوا الجرس باش توصلوا بجميع الفيديو ديالي، وما فيها بس اللي كتخليوا لي دي لايك ودي كومونتير زوينين. كيف العاده، كيف ما شفتوا في العنوان وفي المينياتور، شي ان هول، جيت نشارك معكم لي زارتيكل اللي وصلوني ديال الخريف، اللي تقديت لهذا الخريف والشتاء ان شاء الله. كيف ما كتعرفوا دابا راه فصل الخريف وغيدخل فصل الشتاء غادي يتبعوا. وصلتني واحد لا كوموند اليوم اللي كنت كنتسناها بفارغ الصبر، واخا هكاك المهم ما فرحانش بزاف بزاف، كنت فرحانه قبل ما توصلني، ولكن اللي وصلتني المهم مازال ما شفتش لي زارتيكل مزيان. الله جابهم لي ليفرور. كيف ما كتعرفوا انا مريضه بزاف بزاف من المناسبه. المهم لا فيديو الاخره اللي كنت لحت لكم راه كان واحد العيد ميلاد وصافي، والغد اللي ضربني البرد مرضت بمعنى الكلمه. غادي يبان لكم غير من الصوت ديالي. المهم في الحلاق ما شكيت عليكم، وصدري مبلوكي بزاف بزاف، عرفتي بالليل ما كنعس ما كنشوفو كطلع لي السخانه. المهم جا عندي ليفرور اليوم وخرجت، خرجت شديت عنده لا كوموند، وقلت علاش لا نشاركها معكم واخا في الحقيقه مريضه. قلت ما فيها بس ندير واحد العكيكر ونبان لكم صافي. انا جيت نشارك معكم، جيت نبارطاجي معكم لي زارتيكل اللي وصلوني. غنبدا لكم اول حاجه بلي زارتيكل صغيورين باش نحيدهم علينا. اول حاجه غنبدا لكم بها هي هاد لا سانتور هادي. كيف ما كتعرفوا الاثمنه ديال هاد لي سانتور هادو راه باينين، هادي جو بونس 15 درهم وزوينين بزاف وكيعطيو واحد الديكور يا سلام. المهم انتما كيف ما كتشوفوا راه رقيقه. حليت لكم غير هادي تشوفوا، الاخرين غنوريهم لكم غير من البلاستيكه ديالهم باش بلا ما نحل كلشي. الا جيت بقيت كنحل كلشي غادي نضيع الوقت وغادي تجيكم لا فيديو اللي طويله بزاف بزاف. المهم وريتكم هادي، الثمن ديالها كيف ما قلت لكم 15 درهم. هادي جو بونس 18 ولا 19، المهم ما عقلتش بالضبط. كيف ما كندير معكم ديما في لي فيديو، كنخلي لكم في الاخر ديال لا فيديو لي زارتيكل بلي بري ديالهم، حيت المهم المونتاج اللي كندير انايا ما كنبغيش نحفي دماغي بزاف، حيت ما كنلقاش ديك اللعيبه اللي ديال نحط لكم لا فوتو هنايا في جنب ديال لا فيديو. المهم كنخليهم لكم في الاخر ديال لا فيديو. هادي هي زوينه، هذه كتجي شويه كلاس، هذه ديروها مع الكلاس وحتى مع السبور كتجي زوينه. وهذه نحل لكم وقال تشوفوها، هذه كدار مع الكسيوات، هذه كتجي ستيل ديالها زوين بزاف. ها نتوما كدار مع الكسيوات ولا المهم راكم عارفين، حيت هي ستيل ديالها. ها نتوما من هنايا راه الاستيك فيها داك لاستيك، وهنايا كتشد غير هكا كتجي يا سلام. انا هادي حليتها، قلت لكم ما غاديش نحلهم، ولكن هادي حليتها باش نوريكم كيفاش دايره، كيفاش ستيل ديالها. هادي زوينه بزاف، هادي والله ما عقلتش شحال دايره حتى هي، واش 21 ولا ما نعرف. باش ما نبقاش نرون عليكم في الاثمنه غنخلي لكم في الاخر غادي تشوفوهم. وهادي السنطه الرابعه، هادي اللي المهم هادي اللي عاديه سامبل، هانتوما شفتو عاديه، هادي دايره غير 12 درهم صافي. سالينا من السميطه، دابا غننتقلوا لي بوشيط ديال التليفون. كاينه هادي اللي كتجي بحال الجلد ما عرفت شنو، المهم زوينه بزاف ملسه بزاف. ولي بوشيط راكم عارفين ما كيفوتوش 20 درهم، كيكون كيطراو حتى الثمن ديالهم بين 12 درهم حتى ل 19 درهم. المهم كاينه هذيك في الكحل، كاينه هذه،
وكاينه هذه مرايه وفيها هادو ديال العنقبوت، هذه زوينه بزاف حبيتها. وهنايا هذه خاميه، ديك الخاميه اللي كتعلق في الباب الكوزينه ولا اللي كيكونوا فيها غير الخيوط هكا الهدوء، غادي نحلها غادي ترون. المهم هانتوما غنخلي لكم الصور تاع في الاخر ديال لا فيديو. الثمن ديالها داير ب 96 درهم. ايوا دابا كيما الصباط خديت هاد لي بوط هادو، والله مازال ما قيشتهم. غالبا انا في الشوفه كيبان ليا صغير بزاف، والله اعلم. مازال ما قيستش، مازال ما بعدا هنايا خفيف خفيف بزاف بزاف، يعني ماشي دوك اللي كيجيو واقفين وتقال، هذا خفيف وفيه واحد اللعيبه هنايا ديال الخيوط باش كتزيروا الا بيتو يجي لاصق لكم من الفوق، كيزير هذا الخيط هذا هانتوما شفتوا كتزيروا به وكتعقدوه. المهم مازال ما قيستوش، راه خديت فيه 40. ها هي، واخا قريت في لي كومونتير كيقولوا لك ديما خد واحد النمره زايده على نمرتك او لا جوج، وفينا نزيدو 40 يعني خصنا ناخذ 42. المهم هذا هو 40 والاخر اللي كاين فيه، مازال ما قيستوش. يقدر غادي نقيسو حتى نسالي لا فيديو باش نقيسو ونشوف كيفاش غيجيني. المهم هانتوما كيجي هكا صافي، نحطوه على جنب. ودابا غادي نمشيو للحويجات ديال البرد. اول حاجه كنتسنى توصلني هي هاد لا شوميز هادي، حيت القط لي ديجا شاركت معكم نسيت ما شاركتش معكم هادي ديالت، المهم ديك ديالت العرق، هادي كوموندات عندي واحد السيده صافي. هاد لا شوميز هاد لا شوميز هادي كنت عرفتي كنتسناها بفارغ الصبر وعجبتني حبيتها. حوايج كلشي خديت فيهم الاكس ال، حيت نورمالمون كنلبس ال، ولكن دابا ولاو كيبان لي بانه داك ال ولا كيجيني مزير صافي، وخديت الاكس ال. ما كرهتش نوض نلبس نقيس لكم وتشوفوا، ولكن والله ما قدرت، مريضه وحق الله العظيم. المهم انتما شفتوها كي كتجي هادي، بغيت نلبسها مع داك القط غادي. المهم غتلبسوها وديروا معها شي جين والقاطه غادي تجي زوينه بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا، والثوب ديالها انا نقرب لكم باش يبان لكم، ما غليظش بزاف وماشي داك الثوب الواقف وما رقيقش ثاني، يعني لايق للبرد. بحال هادو اللي كيبغي يخليها مسدوده يخليها، واللي تيبغي يخليها محلوله يخليها. ديروا تحت هذوك البوديات اللي كيجيو سامبل كحلين، غادي تجي زوينه الا غير لحتوها بحال هكا معاه، هي كتبان بحال اوفر سايز. سمحوا لي نمشي نحل الباب بطريقه جو نكمل معكم لا فيديو. كيف ما قلت لكم كيتلبس مع دوك البوديات اللي كيجيو المهم بحال هكا. المهم غادي نشاركهم ان شاء الله معكم حتى نولي سافا، وغادي نشارك معكم هذه في شي فوتو ولا الناس اللي متبعيني في الانستغرام غادي نشاركها معكم. والناس ديال الانستغرام اللي ما كيدخلش يتفرج في اليوتيوب غندير لهم واحد لا فيديو اللي فيها هاد الحويجات هادو ملبوسين، حيت كيقولوا لي شاركي معنا داكشي اللي كيوصل. هادي اول وحده. ثاني وحده اللي حبيتها بزاف اللي هي هاد لا شوميز هادي، كيديروا معاها صديفات، الله يربي كيديروا معاها صديفات سكر باش تيلا طارت لك شي صدفه ولا شي حاجه. خديت هاد لا شوميز اللي فيها الغوز والشيبي والموف وهاد الفير الكتريك. انا علاش خديتها بالضبط على قبل هاد الفير الكتريك، حيت عندي واحد ديباردور هكا في الفير الكتريك وعندي سبرديلا فير الكتريك وما كنلقاش معايش نلبسها، ومع دابا كاع البرد دخل داك ديباردور ما لايقل حتى شي حاجه، يعني غنبقى نلبسو تحت هادي ومع سبرديلا ومع شي جين
وغادي نوريها لكم كيفاش غادي تجي في اللبسة. عجبتني بزاف بزاف. مهم الشوفة ديالها هكا في الغيال حسن من الفوتو بمية ألف درجة. وحتى لي كومونتير ملي كندخل كنلقى الناس ملي كتوصلهم كيفرحوا بزاف كتعجبهم. وكيف ما كتعرفوا ديما كناخذ الحاجه كتكون طويله باش تغطي. المهم كتغطي اللور هانتوما. وحتى هذه خديت فيها الاكس ال. غير هو الحوايج ديال شي ان ديما كيجيو كم مكمشين خصك تمشي دير لهم مصلوب. كيديروا جوج صدفات. ها هي الثانيه هانتوما شفتوا باش تي الا جاب الله طارت لكم شي صدفه ولا شي حاجه وما رديتوش ليها البال كيبقاو عندكم جوج ثكور. هذه حبيتها بزاف زوينه غير خاصها تسرح. غادي نعلقهم دابا في السنتر عندي غادي تطلقوا. او ثالث حاجه حمقاتني عجبتني بزاف بزاف ليا واحد الكسيوه ها نتوما مع هذا ديالها واعره. واخا انايا ما غاديش نلبسها هكاك معريه من الصدر ومعريه من اليدين ومن التحت وانما غندير تحتها بودي غنلبسها في هذا البرد هذا ها نتوما كيف كتشوفوا كتجي حتى للركبه فايته الركبه وعندها اليديدات دايرين هكا زوينه بزاف عرفتي كيحمقوني اليدين بحال هكا. ومن هنايا شويه بحال محلوله. هادي نهار غنلبسها غادي نوريها لكم ان شاء الله. غنديرها مع دوك البوديات لي كومونتي كيف ما قلت لكم عندي دوك البوديات في الكحلين عندي بزاف شي 4 ولا 5 شاريهم في الكحل حيت كنلبسهم في البرد بزاف هما اللي كنحتاج. المهم غنلبس مع هذاك الكومونتي وغادي نديرها وغنلبس مع هذوك لي بوط اللي وريت لكم الا جا قدي ومع لي بال اللي كتكون شويه غليظه ها نتوما شفتوا كيفاش دايره. حطيتها غير عليا بحال هكا وبان ليا المهم زوينه بزاف وسط فاني فايته الركبه حبيتها. المهم غادي نوريها لكم ان شاء الله الا 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 لبستها. وهذه خديت فيها لا طاي ال حيت ما لقيتش فيها الاكس ال وانا ناخذ ال. قلت الا جاتني هو هذاك ما جاتنيش غنشوف لمن نعطيها ولا لمن ندفعها. عطا الله الناس اللي كيلبسوا ال ولكن الحمد لله بانت ليا طابه مزيانه. اخر حاجه فاني بلاتها بنتي عافاك او بنتي سيري مامي سيري سيري خليني نكمل. اخر حاجه اللي ما عجبتنيش في هاد لا كوموند كامله اللي ما اقتنعتش بها قلتها لكم في الاول ديال لا فيديو قلت لكم كنت فرحانه كنتسنى هاد لا كوموند هادي ولكن في الحقيقه ملي شفت هذا بالضبط انا بالضبط ما اقتنعتش به. واش غير حيت حطيته فوق لبستو زعما فوق عليكم السلام واش غير دايره فيديو واش غير حيت لبستو فوق هذا خويا مرحبا بك. واش غير حيت لبستو فوق البيجاما ولا ما نعرف ما عجبنيش ربما الا لبستوه كشويه كلاس غيبان زوين. المهم ما اقتنعتش به ها نتوما كيف ما كتشوفوا. خديت فيه الاكس ال وجاني بحال شويه واسع ما عرفتش. المهم هكا داير ها نتوما. غنخلي لكم لا فوتو ديالو في الاخر حيت كيف ما قلت لكم كيوصلوا لي زارتيكل شويه مكمشين يعني ما غيبانوش ولكن غادي نلبسو باش تشوفوه كيفاش كيجي. كان عليا ناخذ فيه ال. هو في الحقيقه وقيله غير حيت ما لابساهش مع شي حاجه ما كيبانش اما هو في هاد البرد هذا غيجي زوين. انا غنوقف باش نوريكم كيس يتسد بهاد الصديفه هادي هاكا ونعاود نرجع باش يبان لكم مزيان من التحت فين واصل. المشكله ما فيه لا جيب ما دايرين فيه لا جيب لا حتى شي حاجه ما فيهش الجيوب. المهم ستيل ديالو هكا داير ها نتوما شفتو فايت الركبه شتي الركبه هي هادي ها هي راه فايتها. المهم ما عرفتش نشوف في المرايا ما اقتنعتش به 100% ولكن المهم هذا الشيء اللي كاين. وهنايا لا فيديو ديالتنا غادي تسالي غنحبس معكم لا فيديو هنايا
كنتمنى نكون فدتكم. والناس اللي كانوا باغيين ياخذوا هاد لي زارتيكل هادو كيف ما كتعرفوا دابا راه البرد الناس كيشريو بزاف هاد الشيء, وهاد المونطو عليه اقبال بزاف بزاف, وكومونديتو حتى لصاحبتي راه جاي في الطريق قريب يوصل, ما عرفتش واش غيعجبها ولا ما يعجبهاش. المهم انايا ما حيت ما لابساهش مع شي حاجه اللي زوينه ما بانش, ولكن كنظن الا لبستو مع دي بوتين ولا كالكاطو ولا ربما غيجي زوين. المهم كنتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم كيف العاده. الا كنتو اول مره كتفرجوا فيا خليوا لي دي لايك وفعلوا الجرس باش توصلوا بجميع لي فيديو. باقيين لي فيديو ان شاء الله, باقي الجديد, باقي شحال من حاجه غادي توصل. السلام عليكم, ما تنسوش تابونوا عندي في انستغرام ديالي اللي هو مونيتا بيوتي اوفيسيال واحد. مرحبا بكم عندي ومرحبا بكم في لي ريزو سوسيو ديالي كاملين, لا بليبار ديالهم كلشي مكتوب فيهم مونيتا بيوتي, لا في تيك توك لا في الانستغرام لا في مهم كلشي. بسلام عليكم حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله.